ها، أين أنا؟ كانت مملكة ليساندرا مملكة قوية وثرية، يحكمها ملك وملكة حكيمان أحبا شعبهما بشدة. في إحدى الليالي في المنام التقت الملكة بالجنية التي تحمي المملكة. سيكون لديك ابنة جميلة قريبا، تتحمل الأميرة مهمة تغيير مستقبل هذه المملكة. ها؟ وفي الواقع بعد فترة وجيزة حملت الملكة. لماذا لم يكن هناك أي علامة حتى الآن؟ مرحبا بك في هذا العالم يا غريس الصغيرة. في حفل عيد ميلاد غريس الأول ظهرت الجنية الحارسة للمملكة. بقدرتك السحرية أرجو أن تؤدي مهمتك. بسبب مهمتها نشأت غريس تحت التوجيه الصارم للملك والملكة فيما يتعلق بمسؤوليات الأميرة. لم يكن والديها فقط، بل كان الناس أيضاً متحمسين جداً لقدرات غريس. كانوا يصطفون في القصر فقط لمقابلة غريس والسعي منها للحصول على نبوءة حول مستقبلهم. أيتها الأميرة، أخبريني عن مستقبلي أرجوك. ها؟ كوني حذرة مع سقيفة الماشية الخاصة بك، أتوقع أن تفقدي كل أبقارك. هذا مستحيل، أنا صاحبة أكبر عدد من الأبقار في هذه المملكة. لم تكن الرؤى التي رأتها غريس عن مستقبلها ممتعة أو مشرقة دائما، والنبوءات التي تنبأت بها تحققت حتما. ولهذا السبب تدريجيا بدأ شعب المملكة ينظرون إلى رؤى غريس على أنها حظ سيء. النميمة بين الناس جعلت غريس تفقد الثقة في قدراتها. هل هذه القدرة النبوية حقا هدية لي؟ أيتها الأميرة، الناس مصطفون في انتظار مقابلتك، أرسليهم بعيدا، لا أريد رؤية أحد. أمي، أبي، يبدو أن الناس يتجنبونني. أنت أميرة، يجب أن تتذكري مسؤوليتك دائما. والدك على حق، يجب أن تتذكري مسؤوليتك دائما. مع عدم وجود أحد للمشاركة معه أصبحت غريس أكثر وعيا بذاتها وشككت في قدراتها. هذه القدرة النبوية تجعلني أشعر بمزيدا من الضغط. ها؟ ها؟ أين أنا؟ هل يمكن أن تكون هذه النبوءة التي ذكرتها الجنية اعتقاداً منها أن هذه هي النبوءة التي ذكرتها الجنية عن مصيرها؟ أخبرت غريس الملك بسرعة عن الرؤية التي رأتها في حلمها. لا يمكن أن يحدث ذلك، ليساندرا مملكة غنية جداً. لكني رأيت حقاً أن المملكة ستقع في الفقر. كافٍ، لا أريد أن أسمع المزيد عن هذا. بدون إذني لا يسمح للأميرة بالخروج. أتمنى أن أعيش حياة طبيعية دون أن أضطر إلى تحمل هذه المسؤولية الثقيلة. من أنت؟ أنا؟ يا أميرة، أنا التي سمعت أعمق أمنياتك. أستطيع مساعدتك لتعيش حياة طبيعية، وفي المقابل أعطيني قدرتك النبوية. تريدين قدرتي النبوية؟ لماذا تريدين ذلك؟ أعباؤك كلها تأتي من قدرتك النبوية، أريد فقط مساعدتك. في ظل إغراءات الساحرة اللطيفة وشكوكها الذاتية اتفقت غريس مع الساحرة، وبموافقة غريس وجهت الساحرة بسرعة صولجانها نحوها، ومع ذلك تومضت موجة من الضوء من جسد غريس مما أدى إلى صد الساحرة. عندما استيقظت غريس وجدت نفسها في منزل متهدم بملابس فقيرة ممزقة. عفواً، ما هي الطريقة للعودة إلى القصر؟ باتباع التعليمات وجدت غريس طريقها سريعاً إلى القصر. ولدهشتها عندما رأوها اندهش الملك والملكة تماماً. ماذا؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ خذوهما إلى غرفة النبوءة،
للعثور على ابنتهما. قرر الملك والملكة السماح لكلا البنتين باستخدام قدراتهما النبوية بالوقوف أمام كرة النبوة. مهما حاولت غريس جاهدة لم تستطع أن تجعلها تتوهج. على الرغم من أن الأمر كان صعبا بعض الشيء، إلا أن الأميرة الأخرى تمكنت من جعل الجرم السماوي يلمع. خذوا هذه المحتالة واطردوها. لا، أنا غريس الحقيقية. أبي أرجوك صدقني. أدركت غريس أن جزءاً من نبوءتها قد تحقق، واعتقدت أنها لا تستطيع تغيير المستقبل المحدد مسبقاً. لم تعد غريس أميرة، تم الاستيلاء عليها من قبل قرويين الفقراء، وأصبحت معتادة تدريجياً على حياة الفقر. ما زالت الأميرة لا تريد رؤية أحد. مرت أيام منذ آخر مرة رأت فيها الأميرة أحداً. هل ما زلتم تأتون لرؤية الأميرة للنبوءات؟ مهما كان الأمر، ما زلنا نؤمن بالشخص الذي اختارته الجنية. من الآن فصاعداً سيزيد الملك الضرائب والجزية. الكل ينتبه. ها؟ لماذا تريدون زيادة الضرائب على الشعب؟ إنه هذا ما قالته لي النبوءة أن أفعله. أنا لست على ما يرام. أطلب العذر. لماذا أنت خجولة جداً؟ أنت لا تصلحي أن تكوني طفلتي. لكني لست الأميرة حقاً. مهما كان الأمر، يجب ألا تفسدي خطتي. هذه المملكة الغنية ستكون لي. تلك الفتاة غريس، إنها بالتأكيد شوكة في خاصرتي. مع طموحها للاستيلاء على المملكة بأكملها، خططت الساحرة لسرقة قوة غريس. مع ذلك كان للخطة تغيير طفيف. لا أستطيع استيعاب قوة هذه الفتاة. لا، يجب أن أجد طريقة أخرى. نظراً لعدم قدرتها على سرقة قوة غريس، لم تتمكن الساحرة إلا من ختم قدرتها. وبحسب الخطة، قامت الساحرة بتغيير مظهر ميرينا ووضعتها في القصر لتدمير المملكة من الداخل. ماذا لو لم يتم كسر الختم؟ طالما استمرت غريس في الشك في نفسها، فلن يتم كسر الختم أبداً. أين أنا الآن؟ أرجوك سامحينا. أسرع، الملكة لا تحب البطيئين. ها؟ توقف الآن. رأسي، إنه يؤلمني كثيرا. ها؟ لماذا أحلم بهذا؟ هل لا يزال بإمكاني الحصول على القدرة النبوية؟ مستحيل، لقد فقدت قدرتي النبوية. هذه القدرة فقط جعلت الناس يتجنبونني. ومهما أنكرت ذلك، ظلت الأحلام تتوالى لتظهر لها المزيد من الرؤى حول مستقبل المملكة. مرحباً غريس، كيف يمكنني رؤيتك؟ لم أخسر؟ أنت لم تفقدي قدرتك النبوية عزيزتي غريس، لقد كانت محبوسة فقط. إن شكك واستخفافك بنفسك هو الذي سمح للشر بالاستفادة. ولكن لو لم تكن لدي القدرة النبوية، فلن يتجنبني الناس. الناس لديهم ثقة كبيرة فيك، ألا ترين؟ أتمنى ألا تختبئي بعد الآن، بل تؤمني بنفسك. تذكري، أنت وحدك من يستطيع تغيير مصير المملكة. أيمكنني حقاً تغيير القدر؟ تذكري، أنت وحدك من يستطيع تغيير مصير المملكة. جسدي يؤلمني كثيراً، لا أستطيع الاستسلام، يجب أن أحاول أكثر قليلاً. إذن لقد كانت هي. وقفت غريس في الساحة وحشدت الناس للثورة ضد الساحرة وابنتها. في البداية لم يصدق الناس كلمات غريس. لقد تنبأت ذات مرة عن حظيرة الماشية الخاصة بك أو عن السمنة لديك. يبدو أن هذه هي الأميرة غريس الحقيقية. نبوءة أخرى سيئة الحظ. كل نبوءة سيئة الحظ منك تتحقق. لن ننضم إليك. لكن هذه المرة، بدلا من الشعور بالخوف والخجل، واجهت غريس الجميع بشجاعة. في الواقع نبوءاتي سيئة الحظ، لكنهم ليسوا غير قابلين للتغيير. والآن نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المستقبل سيكون بالضبط كما توقعته. الأميرة على حق، دعونا نساعدها. سوف ندعمك.
عندما رأت ميرينا وغريس القرويين يسيرون إلى القصر، أصيبت بالدار وحاولت الفرار. لسوء الحظ بالنسبة لها، قبل أن تصل بعيدا تم القبض عليها من قبل القرويين وتقديمها أمام الملك والملكة. تحت وهج الجميع القاسي، اعترفت ميرينا بخطة الساحرة بأكملها للملك. عظيمة الفائدة، أفسدت خطتي. لماذا حتى أنجبتك؟ أسف يا أمي، رجاء سامحيني. لا تعتذري لي، ليس لدي ابنة مثلك. أيها الحراس اعتقلوهم. كل هذا بسببك، سأنتهي منك. بفضل قدرتها النبوية، كانت غريس قد توقعت بالفعل كل تحركات الساحرة. تهربت من هجمات الساحرة السحرية بمهارة، اقتربت منها بسرعة. لا، توقفي، أريد التحدث مع ميرينا. أتريدين أن تكوني خادمتي؟ أدركت غريس أن طبيعة ميرينا لم تكن شريرة مثل طبيعة الساحرة. تأثرت ميرينا بمسابحة غريس ووافقت على أن تصبح خادمة بجانب الأميرة. عادت غريس كأميرة، استخدمت قدرتها النبوية لجعل المملكة تنمو وتزدهر أكثر. بعد طرد ريت الجشع بنجاح من المنطقة، دخل جيكوب وسيده قبو الكنز الذي جمعه ريت من عرق ودموع الآخرين. أريد أن أشارك كل هذا الذهب والكنوز هنا للفقراء والمحتاجين. نظر حوله، توقفت عيون ملك اللصوص فجأة على صندوق منحوت بإتقان متصل بزهرة ذهبية، كما لو أنه رأى شيئا من ماضيه. تقدم على الفور وحاول اكتشاف اللغز في الداخل. فتح الرجل الصندوق بقلق وتفاجأ برؤية عقد ذهبي مألوف جدا به قلادة زهرة سيسيليا. أذهل جايكوب عندما رأى سيده يظهر مثل هذه المشاعر الشديدة لأول مرة. سيدي، ما خطب هذه القلادة؟ هذه تذكار ابنتي. لديك ابنة؟ لم أسمع أنك ذكرتها من قبل. هذا صحيح، لم أذكر هذا الماضي المؤلم. سيدي، أخبرني ماذا حصل، ربما يمكنني المساعدة. حسناً، لا أريد أن أخفي عنك بعد الآن. تزوجت ذات مرة ولدي ابنة، ولدت بقدرة خاصة. بعدما كانت تستحم تكثف ماء الحمام في غبار الذهب. ظننت أن عائلتنا ستفرح بهذه المعجزة، لكن لا، كانت لدي الرغبة في مشاركة المعجزة مع المحتاجين، لكن زوجتي أرادت فقط احتكار الذهب. نشب خلاف. بعد يوم متعب عدت إلى المنزل واكتشفت أنها فقدت طفلتنا. هذه القلادة الذهبية هي ما صنعته ووضعته شخصيا على رقبة الطفلة، وهذا أيضا هو السبب الذي دفع أملي في العثور على أدلة من الأغنياء. ولفهم القصة، حاول جايكوب التنقيب في الأوراق واكتشف بعض المعلومات المتعلقة بالقلادة. وجدت هذا، هذه القلادة هي ما أعطاه الملك للسيد ريت. لذا نحن نعرف إلى أين نذهب. بعد توزيع الثروة على الفقراء، انطلق ملك اللصوص وجايكوب بسرعة إلى المدينة الإمبراطورية كما هو مخطط. عند وصولهما إلى القصر، بدأ الرجلان في إيجاد طرق للوصول إلى الملك، حتى متنكرين مؤقتاً في زي جنود. بعد عدة أيام من البحث، وجد الاثنان أخيراً المكان الذي احتفظ فيه الملك بابنة السارق. بعد التخطيط بعناية، قرر جايكوب وملك اللصوص اقتحام الغرفة المذهبة. حاولوا التنكر في زي توصيل الطعام، سيسيليا. أدرك جايكوب أن الفتاة كانت على وشك تنبيه الحراس. تسلل خلفها بسرعة وغطى فمها وطلب منها أن تهدأ. سيسيليا، هل تتذكري هذه القلادة؟ إنها سيسيليا، نقية وجميلة. أطلقت اسمك على اسمها. إنها تنمو فقط حيث تهب الرياح الشديدة، وهي غير ملموسة تماماً، مثل القلب الحقيقي للروح غير المقيدة. تعرفت الفتاة على القلادة المفقودة منذ زمن طويل. هذه الكلمات والداي فقط يعرفان، ربما
أدركت على الفور أن الرجل المقابل لها هو والدها. أبي؟ عانق الأب ابنته بسعادة. تأثر جاكوب أيضاً عندما رأى هذا المشهد العاطفي. ابنتي، أريد أن أعيدك إلى المنزل. هذا المكان ليس... لا أريد العودة إلى المنزل. هنا عاملوني بشكل جيد للغاية. يمكنني تناول الطعام الجيد والاستحمام كل يوم والقيام بكل ما يحلو لي ما دمت لا أغادر هذه الغرفة. انظر، هذه غرفتي، كل شيء من الذهب، جميلة جداً. لكن لا، هل ذلك المكان فاخر مثل هذه الغرفة؟ أو قذر؟ قبيح؟ مستحيل. شعر ملك اللصوص بالإهانة وعدم القدرة على إقناع ابنته بمغادرة هذا المكان الفخم، وغادر الغرفة. وما فائدة الجمال والرفاهية بدون حرية؟ لم يستسلم جاكوب وفكر في طريقة. دعيني أخرجك لرؤية العالم للحظة فقط، فالقرار متروك لك. الخروج؟ أنا لم أخرج هناك من قبل، لن يسمح لي بالخروج. هل هذا مقبول؟ لا مشكلة، يمكنني التعامل معها. ما عليك سوى اتباع ما أقوله بالضبط. بمجرد أن انتهى جاكوب من الكلام، أخرج قناع جندي آخر من جيبه. أصبحت سيسيليا متحمسة لأنها لم ترى الشمس قط منذ يوم إحضارها إلى هنا. استخدم جاكوب قناع التخفي لسيسيليا وأخرجها خارج القفص الذهبي. بعد أن رأت سيسيليا العالم الخارجي لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، شعرت أن كل شيء لم يكن كما قيل لها. خلعت تنكر الجندي وابتعدت عن مراقبة جاكوب. مرت بمتجر دواجن وهي تنظر بفضول إلى طائر محبوس في قفص. لماذا يعيش في منزل مثل بيتي؟ هل تمزحي معي؟ هذا القفص للماشية والدواجن لمنعهم من الهروب. نحن بشر، لما نعيش في قفص مثل هذا؟ هل تفهمين؟ خجلت سيسيليا وفتحت باب القفص بغضب وجعلت الطائر يطير بعيداً. ماذا تفعلي؟ يا حراس، هذه الفتاة تسبب المتاعب. ماذا قلت لي؟ حدث ذلك لي لأنك شبهتني بالدواجن. على الفور ظهر جنديان بسرعة، أخرجوها من المكان بخشونة. لكن الغريب أن الجنود قادوا سيسيليا نحو القصر مهما كافحت وصرخت. هذا ليس جيد، كيف يمكن لهذه الفتاة أن تكون طفولية جدا؟ لابد لي من العودة والمخاطرة مرة أخرى. بعد إعادتها إلى القصر فوجئت سيسيليا عندما وجدت الملك نفسه ظهر بجانبها. رائع، تجرؤي على الهروب؟ يا لها من مضيعة عندما أعطيك العلاج لتعيشي في قفص ذهبي. بحسن الحظ اكتشفت ذلك مبكرا وبحثت عنك. هل تعتقدي أنك عندما تصنعي الذهب فنحن لا نجرؤ على فعل أي شيء لك؟ هذا هو عقابك على التسلل. حراس، ارموها في السجن. بعد رميها في السجن بدأت سيسيليا تشعر أن حريتها ضائعة منذ فترة طويلة. هذا السجن مثل غرفتي المذهبة ولا يختلف عن الشيء الذي كان بداخله الطائر. أنا مقيدة، محبوسة تماماً مثل الطيور. إنه محق، حتى الماشية والدواجن لا تريد أبداً العيش في قفص مثل هذا، لكن أردت العيش فيه، أليس كذلك؟ نحن بشر، لما نعيش في قفص مثل هذا؟ هل تفهمين؟ دعوني أخرج، أنا لست حيوانكم الأليف، أنا إنسانة، لم أخطئ، دعوني أخرج. اهدئي، ماذا قلت للتو؟ أنا لست حيوانك الأليف، أريد حريتي، دعني أذهب. حسناً، أطلقوا سراحها، لكن ستعصي أمري؟ بالطبع لم يجرؤ أحد على عصيان أوامر الملك، ومن ثم تم إطلاق سراح سيسيليا لمفاجأة السجان الغريب. اتبعيني. كانت سيسيليا مندهشة تماماً من تصرفات الملك. بعد الخروج إلى بوابة القصر أصدر الملك فجأة أوامر غريبة للحراس. من الآن فصاعداً، ستتبعني هذه الفتاة، لستم بحاجة إلى حمايتها، أسرعوا وأعدوا لي حصاناً. على الفور تم تجهيز حصان قوي للملك. ركب الملك والفتاة حصانهما بسرعة وابتعدا. بعد أن توقفوا أمام منزل شعرت سيسيليا فجأة بدفء مألوف، مشهد مألوف بشكل غريب. هذا
لم تصدق أن الشخص الذي أحضرها إلى هنا هو جيكوب. ترى مفاجأة. أنت؟ منذ متى؟ منذ لحظة اقتيادك إلى السجن اخترت أن أرتدي زي أقوى رجل. لابد لي من اختيار الوقت المناسب لإنقاذك كما تعلمين. كانت الأمور غير متوقعة بالنسبة للرجل خلف الباب. هذه سيسيليا. كيف عدت؟ كيف؟ أبي أنا آسفة. لا أريد أن أكون حيوانهم الأليف بعد الآن. أريد العودة إلى المنزل. فهمت سيسيليا الدرس الذي قدمه جايكوب. أعجبت حقا بموهبة هذا الأخ بالتبني. يبدو أن سيسيليا فقدت حريتها تقريبا إلى الأبد إلى جانب قدرتها على صنع الذهب، ولكن بعد ذلك أتيحت لها الفرصة للعودة لتعيش حياة سعيدة مع والدها وشقيقها المتبنى الذي لم يكن يقدر المال أكثر من الأخلاق. كانت أرض تيرينيتي في اليونان في أيام الازدهار والصخب، ثم سقطت فجأة في حالة من القلق والذعر. في الآونة الأخيرة اختفت في هذه الأرض أكثر فأكثر الفتيات الصغيرات الجميلات، وخوفاً من تفاقم هذه الظاهرة كان من المفترض أن يرسل الملك رجاله لطلب المساعدة. جنود، أسرعوا وابحثوا عن البطل هرقل هنا. لا داعي، أنا هنا. تطوعت للبحث عن سبب هذه الحوادث وإحلال السلام هنا. حسناً، اتبع جنودي وسوف يقودونك حيث تريد أن تكون. انتظرني رجاءً. ذهب هرقل على الفور إلى المكان الذي اختفت فيه الفتاة المسكينة في الليلة السابقة. بدأ هرقل يسأل الناس من حوله، ومع ذلك لم يتمكنوا من وصفه سوى الزئير الذي كان يخص وحشاً ضخماً الليلة الماضية. أنا سمعت الصراخ، الزئير، لكن ترى حتى الآن ما زلت خائف، لذلك لا أعرف أي شيء بعد الآن. مع الخبرة كان على هرقل أن يتبع الآثار المتبقية. قادته علامات الوحش تدريجياً إلى أرض ناعمة. اتبع هرقل الخطوات التي أدت إلى الغابة العميقة. قادته الآثار إلى كهف عميق، ثم تم تجهيزه جيداً ودخل الكهف. في أعماقها لم يستطع الشاب تصديق ما كان يراه. هل يعيش الناس هنا؟ هذا غريب. من أنت؟ لماذا تم حبس تلك الفتاة؟ أين الوحش الذي أتى بها إلى هنا؟ أنا الوحش. أجل، الوحش. إنها ساحرة متغيرة الشكل، تخطف الفتيات الصغيرات وتضحي بهن وتستهلكهن لتصبح صغيرة مرة أخرى. نحن مجرد ضحايا. وحش الأسد هذا كبير جداً، الجميع يخاف من القتال. أنت أول شخص تجرؤ على تعقب الوحش للعثور على الضحايا. رجاءً ساعدنا. فوجئ هرقل وأنزل سيفه. في الوقت المناسب ظهر وحش الأسد خلف الرجل مباشرة. بدون كلمة دخل الرجل والوحش في معركة. لم يستطع هرقل اختراق جلد الأسد بسيفه، أسقطه على الفور دون أدنى شك، واندفع ليمسك الوحش. فجأة اكتشف هرقل أن هناك وتداً على رقبة الوحش من نفس نمط السوار الذي كانت ترتديه الفتاة الأخرى. حاول هرقل سحب الوتد من الوحش وألقاه بعيداً. بدا وكأنه مصدر الطاقة قد أزيل، وفقد الوحش فجأة كل قوته وانهار. يكافح من أجل السحف تحت جلد الحيوان المفلطح. كانت فتاة صغيرة جميلة. بعد الهروب من جلد الوحش يبدو أن الفتاة ليس لديها أدنى فكرة عما كان يحدث. احترس من خلفك. ولكن بعد فوات الأوان شعر هرقل فجأة بألم في ظهره. اتضح أن الفتاة ذات السوار التقطت الوتد الذي ألقاه هرقل وغرزته بصمت في ظهره. هذه الغرزة الغريبة أدت إلى فقدانه كل قوته. مع استمرار الألم في الجسم كله سقط على الفور. الساحرة،
إنها الساحرة! أوه، بعد أن خرجتي من شكل الأسد، الآن تتذكري من أنا؟ من الآن فصاعداً، لست بحاجة إليك. سيكون لدي عبد جديد، أقوى منك بألف مرة. أركضي! أنت أركضي! قبل أن أفقد السيطرة، هيا! أوه يا فتى، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، ستكون عديمة الفائدة. دعني أرى أي نوع من الوحوش القوية ستتحول إليها. بينما كانت الساحرة لا تزال تتمتع بنجاحها، أدرك هيراقل شيئاً غريباً. هل يمكن أن يكون؟ لا، هذه ليست صدفة. من أنت؟ كيف يمكنك مقاومتي؟ أنا هيراقل. بعد كسر السوار انهارت الفتاة على الفور، وكشف ببطء عن شكلها الأصلي كساحرة عجوز قبيحة. كما لم يعد يشعر هيراقل بأي ألم من الوتد على ظهره، استعاد الشاب قوته تدريجياً. أوقعها هيراقل فاقدة للوعي وقيدها. ارتدى هيراقل جلد وحش واعتبره تذكاراً. استخدم قدرته المنيعة في صنع درع. استخدم هيراقل المفتاح لتحرير الفتاة في القفص. ثم حمل الرجل القوي الساحرة على كتفه وعاد إلى تيرينيتي مع الفتاة ذات الشعر الأحمر. بعد أن سلم هيراقل الساحرة سبب كل الاختطاف للملك، عوقبت الساحرة على أفعالها الشريرة. ثم عادت الفتاة الأسيرة إلى أهلها بسعادة لا تنتهي. نظر هيراقل إلى الأشخاص المنغمسين في السعادة وشعر أن جهده كان يستحق حقاً. أنا أميرة طيبة ميغارا التي خدعت من قبل الساحرة وعلقت في شكل وحش. شكراً لإنقاذي. يا إلهي، ربما بدأ هيراقل طريقه إلى الخطأ أو لا، لا أعرف حتى الآن. لماذا لا ننتظر الفيديو التالي ونرى ماذا سيحدث؟ لطالما كانت السماء لغزاً كبيراً يحث البشرية على اكتشافه. أتعلمون؟ قديماً كان هناك أناس يحلمون بغزو السماء بأجنحتهم المصنوعة يدوياً. من الرجل؟ وما هي النتيجة؟ دعونا نتعرف على ذلك مع وو فيري تيلز. ذات مرة عاش في اليونان القديمة حرفي موهوب يدعى ديدالوس. بإبداع استثنائي أنتج العديد من الأعمال القيمة. كان لديدالوس ابن اسمه إيكاروس. سرعان ما تعلم من والده العظيم وأصبح حرفياً ماهراً. كان ديدالوس يأمل دائماً أن يسير ابنه على خطاه ويتفوق عليه. ومع ذلك كان إيكاروس متعجرفاً مغروراً جداً، يحلم دائماً بغزو السماء بجناحيه. سأصنع أجنحة جميلة تساعدني على الطيران في السماء مثل تلك الطيور. سأصل إلى الشمس والقمر والنجوم. ثم أقنع إيكاروس والده بتحقيق حلمه معه. شعر ديدالوس بالرعب عندما سمع عن الأجنحة التي يمكن أن تساعد الناس على الطيران في السماء. إيكاروس، هذه فكرة مجنونة، لا يستطيع البشر الطيران مثل الطيور. تخلص من هذه الفكرة على الفور. أنت مخترع لامع وحرفي ماهر أيضاً. إذا عملنا معاً يمكننا بالتأكيد صنع أجنحة. مع ما لدينا هذا مستحيل. احتضن الأوهام التي تفوق قدرتك فلن تحصل إلا على كارثة. هذا خطير جداً. إذا كنت لا تريد مساعدتي فسأفعل ذلك بنفسي. بالتأكيد سأحتل السماء بنفسي. هذا الفتى عنيد، إذا لم أساعده أخشى أن يفعل أشياء مجنونة. حسناً، سأساعدك فقط إذا وعدت أن تطيعني في كل شيء. تابع إيكاروس بكل سرور والده ديدالوس يستعد للعمل. أولاً اختاروا معاً الريش السميك المرضي. استخدموا شمع العسل لربط الريش ببعضه بقوة. مع الأيدي الماهرة للأب والابن
صنعوا أخيراً جناحين جميلين من الريش. كان ديدالوس راضياً جداً عن روائعه. أما بالنسبة إلى إيكاروس فلا داعي للقول كيف كان مسروراً برؤية الأجنحة الرائعة أمام عينيه. جميل جداً، نجحنا. أبي، أريد أن أطير الآن. ليس بعد إيكاروس، يجب أن نحسبه ونختبره بعناية قبل الطيران. كان إيكاروس حريصا جدا على الطيران في السماء وتجاهل مرة أخرى كلام والده. لا، أريد أن أكون أول من يحاول بدون أي خيار آخر. كان على ديدالوس الاتفاق مع ابنه لاختبار الأجنحة. حسنا، انظر، عليك أن تتوخى الحذر. هذه الأجنحة غير قادرة على الطيران لفترة طويلة. بمجرد أن أقول عليك أن تهبط على الفور. حسناً أبي، لا تطر بسرعة كبيرة، فالرياح والطيور يمكن أن تضرب الأجنحة وتحطمها. لا تطر على ارتفاع منخفض للغاية، فبخار البحر سيجعل الريش رطباً. لا تطير عالياً أيضاً، فالحرارة وضوء الشمس سيذيبان شمع العسل. تذكر هذا. استمع إيكاروس بالتشتت إلى تعليمات والده وهو يحدق في جناحيه الرائعين. أتذكر أبي، هل يمكننا البدء؟ آمل فقط أن تعود بسلام. خفق الأب والابن جناحيهما معا وطارا ببطء. في البداية طاروا فقط على ارتفاع منخفض بالقرب من الأرض ليعتادوا على الأجنحة. ثم طار إيكاروس ووالده إلى أعلى وأعلى عابرين الجزر. حلقوا فوق القلاع الجميلة. شعر إيكاروس بسعادة غامرة وتحقق حلمه الطويل. أنا أول من يغزو السماء، أنا أطير مثل تلك الطيور، هذا رائع. وبسعادة غامرة نسي إيكاروس بسرعة كل تحذيرات والده. أحياناً كان يطير بالقرب من البحر ليلعب واصطاد السمك، مما يجعل مياه البحر تبلل جناحيه. في أوقات أخرى كان يطير بسرعة كبيرة ليلعب مع الطيور أو يطاردها، مما تسبب في شعورها بالخوف وضرب جناحيه. طار الريش، مما تسبب في ترنح إيكاروس في الهواء وكاد أن يسقط على الأرض. إيكاروس، كن حذراً. لحسن الحظ أدرك ديدالوس الخطر، طار على الفور للإمساك بإيكاروس. علينا أن نهبط بسرعة، لا يسمح لك بالطيران بعد الآن، هذا خطير جداً. أبي، أنا بخير، إنه مجرد حادث صغير، اسمح لي أن أطير قليلاً فقط. لا، أنت لم تهتم بشأن تحذيراتي وتعرض نفسك للخطر، انزل الآن. تذمر إيكاروس واستاء، ومع ذلك في ظل قسوة ديدالوس كان عليه أن يطيع والده. هبطوا على جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط. كان هناك معبد مخصص، حيث كان هناك معبد مخصص لإله الشمس القوي هيليوس. هذا بالفعل مكان مقدس ومحظوظ بالنسبة لنا، سنبقى هنا من الآن فصاعدا. اعتبر ديدالوس الأجنحة خطيرة للغاية، ضحى بها بصدق لإله الشمس هيليوس كتقدير. فليشهد إله الشمس القوي هيليوس، أعدك بأنني لن ألمس هذه الأجنحة مرة أخرى. أبي جبان، ما الخطير بمهاراتي في التحكم في أجنحتي؟ سأصل بسهولة إلى الأشياء التي لم يجرؤ على تجربتها وأعود بأمان. ثم بينما لم يكن ديدالوس منتبهاً، تسلل إيكاروس إلى معبد إله الشمس برغبة في استعادة أجنحة الجزية مرة أخرى، راضياً عن الطيران في السماء. أتمنى أن تشهد هيليوس، كانت إرادة والدي فقط، سأستعيد جناحي الآن. طار إيكاروس مرة أخرى إلى السماء بجناحيه، ومع ذلك رأى مدير المعبد المقدس كل شيء. سارع لإبلاغ ديدالوس بهذا. يا إلهي، إنها حالة طارئة، ابني متعجرف للغاية، سوف يعرض نفسه للخطر، آمل أن أتمكن من الوصول إلى هناك في الوقت المناسب. ركض ديدالوس بأسرع ما يمكن إلى معبد إله الشمس وطلب مصلياً أن يعيد الأجنحة لمطاردة ابنه، لكنه لم يلاحظ أن التمثال فتح عينيه ليراقبه. عند الحديث عن إيكاروس الذي اعتاد على الأجنحة، قام برفرفة الأجنحة بحرية ليطير إلى السماء، ورأى نفسه يطير فوق الطيور، وتمكن من لمس السحب البيضاء العائمة.
كنت أعتقد أن الآلهة فقط هي التي يمكنها الطيران، والآن انظروا أنا لست مختلفا عنهم. بينما كان إيكاروس يستمتع، نظر فجأة إلى الشمس المجيدة في الأعلى. يجب أن أحاول الطيران أعلى قليلاً لأرى الشمس أكثر صفاءً. حتى لو كنت محظوظاً، سأتمكن من رؤية هيليوس. بالتفكير في ذلك، خفق إيكاروس جناحيه أمام الشمس بسعادة. في ذلك الوقت، كان ديدالوس قادراً على رؤية ابنه. كان خائفاً حقاً. إيكاروس! عد! لا يمكنك الطيران أعلى! لن تتمكن الأجنحة من المقاومة! ومع ذلك، كانت المسافة بعيدة جداً. لم يسمع إيكاروس شيئاً من والده. استمر في الطيران إلى الشمس. عندما ارتفع، بدأت الشمس الحارقة في حرق أجنحته، مما جعل شمع العسل يذوب. قريباً جداً، لم يستطع الريش الموجود على جناحيه الالتصاق ببعضه البعض، وتوقف عن الطيران تدريجياً في كل اتجاه في السماء. أخيراً أدرك إيكاروس الخطر، لكن الوقت قد فات. أجنحتي! ماذا حدث لهم؟ يا إلهي، قال لي والدي ألا أطير عالياً، وإلا فإن شمع العسل سيذوب. أنا أصدقه، ماذا يجب أن أفعل الآن؟ سرعان ما اشتعلت النيران في الريش، مما جعل الأجنحة تحترق بشدة في السماء. لا 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 لا، هذا لا يمكن. أبي، ساعدني! بدون الأجنحة، سقط إيكاروس على الفور. بعيداً عن هناك، طار ديدالوس بأسرع ما يمكن لإنقاذ ابنه، لكنه لم يصل في الوقت المناسب. إيكاروس! ابني! يا إلهي! جاءت أسوأ مخاوفي! يا إلهي! لا أستطيع أن أوقف حلمه! أنا عديم الفائدة! أنا من آذيته! أيتها الشمس، نحن نحبك كثيراً! رجاءً ساعدي ابني، أقسم أنني لن أصنع مثل هذه الأجنحة أبداً. سقط إيكاروس مباشرة من السماء إلى البحر، وكان ديدالوس يائساً حقاً، ظن أن ابنه قد مات. مع ذلك، من المستغرب أن ضوء معجزة من الشمس أشرق على البحر. اتضح أن هيليوس سمع صلاة ديدالوس. يا له من قلب الأب! لا بأس، سأساعدك هذه المرة. في تلك اللحظة، غرق إيكاروس تدريجياً تحت سطح البحر، لكن هذا الضوء السحري سطع بشكل مفاجئ على المرجان في الأدنى، مما جعلها تمتد بسرعة أكبر وتدعم إيكاروس، مما يعيده إلى سطح الماء. ثم سطع الضوء السحري على إيكاروس، وساعد جروحه على الالتئام بسرعة، وأعيد إلى البحر. فتح عينيه وتفاجأ حقاً عندما أدرك أنه لا يزال على قيد الحياة. ما المعجزة التي حدثت للتو؟ ما زلت حياً! في ذلك الوقت، وصل ديدالوس أيضاً إلى هناك وعانق ابنه بسعادة. أوه، شكراً لك أيتها الشمس العظيمة لتحقيق مطالبي. سأكون الكاهن المخلص إلى الأبد. ساعدوا بعضهم البعض للوصول إلى الشاطئ. بعد الهروب من الموت بطريقة سحرية، كان إيكاروس نادماً حقاً. أبي، كنت غبياً جداً لكوني واثقاً جداً من عدم الاستماع إليك. الآن أعرف المزيد عن السماء وعواقب الاقتراب من الشمس. ابني، لا يمكننا رؤية الشمس إلا من بعيد، لا يمكننا الاقتراب منها. مثلك لن يرى أبداً النجاح مع حلم غير واقعي والذي يتجاوز قدرتك بكثير. أعدك، من الآن فصاعداً سأركز على الدراسة واتباع الأهداف المناسبة، ولن أخذلك أبداً. منذ ذلك الحين، بقي ديدالوس وإيكاروس في هذه الجزيرة، وشكروا دائماً الشمس بأكثر الطرق احتراماً. الأجنحة التي صنعها ديدالوس تعرض دائماً في المعبد كقربان دائماً لإله الشمس. غير إيكاروس نفسه أيضاً باعتباره وعد، وأصبح لاحقاً حرفياً موهوباً ورائعاً، وأعجب به الجميع مثل والده ديدالوس. منذ زمن بعيد،
كان هناك مكان يتعايش فيه البشر والمخلوقات الأسطورية. المخلوق الأسطوري التنين كبير وقوي، لكنه وحيد. هذا هو السبب في أن البشر لا يخافون منهم. ولد كل تنين بجوهرة سحرية مثبتة على صدورهم. بحثت البشرية بنشاط وبشكل مستمر عن تلك الأحجار الكريمة. تدريجياً أصبحت التنانين نوعاً على وشك الانقراض. هذه الحقيقة جعلت أحجار التنين أكثر قيمة من البقية. ذات يوم، على قمة عالية جداً بعيداً، كان هناك تنانين تعيش معاً. تركت الأم التنين طفلها في العرين لتلعب بمفردها، ثم غادرت بسرعة للبحث عن الطعام. تماماً كما كان التنين الأم بعيداً عن الجبل، ظهر شخص غامض. اقترب خلسة من التنين الصغير مستخدماً العنف بلا رحمة لسرقة الأحجار الكريمة. حاول التنين الصغير أن يقاوم، ومع ذلك كان صغيراً جداً. لم تستطع قوته التغلب على الفارس. فقد التنين الصغير المسكين الجوهرة وتحول إلى حجر في غمضة عين. قتل التنين ليس بالأمر الصعب، فقط أستخدم عقلي بدلاً من القوة وسترتفع سمعتي مثل طائرة ورقية في مهب الريح. في ذلك المساء عادت الأم التنين بسعادة إلى ملجئها، حيث اصطادت شاتين بدينتين. تفاجأت التنين الكبير عندما اكتشفت أن طفلها قد تحول إلى حجر. فتشت حولها، ولكن لم يتم العثور على أي شخص في الجوار، فقط جزء من سيف مكسور. كانت تعرف ما يجب أن تفعله. حلقت بعمق في العرين حيث توجد بلورة التنين. ألقت تعويذة ونظرت داخل البلورة، ظهرت صورة ضبابية، واتضح أن جوهرة التنين الصغير أصبحت الآن في يد الفارس الشرير. بحلول ذلك الوقت استخدم الفارس الأحجار الكريمة لصنع قلادة للأميرة. في الطريق إلى القصر قابلت تنيناً ضخماً يهاجم قرية. كفارس كيف لي أن أبقى مكتوف الأيدي؟ قاتلت بشجاعة وهزمت التنين أخيراً، وأخذت الجوهرة من صدره. القلادة الموجودة على رقبتك هي الكأس الوحيد. بسبب فقدانها تحول التنين بالفعل إلى كومة من الأحجار غير الحية. استدار الفارس لينظر إلى الفلاحين الذين كانوا يحنوا رأسهم بقلق. بدأ أن كلاهما أدرك الأمر وأومأ برأسه رداً. هذا صحيح، كادت قريتنا أن تدمر على يد تنين. لحسن الحظ جاء الفارس هنا للإنقاذ، وإلا لكانت القرية قد تم القضاء عليها. هذا صحيح، استمر بإطراءاتي، إن توظيف هذين الشاهدين يجعل قصتي أكثر تصديقاً. لم يكن من الصعب عليه أن ينعم بإعجاب الجميع. وجد الملك أن هذا الرجل شخص موهوب ولطيف، وأعطاه لقب قاتل التنين، ورتب له أن يتزوج الأميرة. علمت الأم التنين بالقصة وكانت غاضبة للغاية. وضعت لعنة وحولت من كان يرتدي القلادة إلى تنين. ها؟ الأميرة بعد أن تحولت إلى تنين في ذعر دمر غرفة النوم، شاهد الفارس كل شيء. لكن بدلاً من ذلك اختار أن يشرح الأمر للآخرين. بدأ بالتآمر لقتل خطيبته من أجل تولي العرش في المستقبل. مستغلاً الموقف المربك، اتهم الفارس أميرة التنين. يا إلهي، الجميع يتراجع، هذا التنين هو أحد أقارب التنين الذي قتلته من قبل. يا إلهي، تنين! لم يقبل التنين الهزيمة، لذلك جاء إلى هنا للانتقام وأكل أميرتنا. كانت الأميرة لا تزال مذعورة في شكل تنين، ولحسن الحظ كانت لا تزال قادرة على تفادي سيوف الفارس المذهلة. لا، إنه ليس كذلك، هذا أنا الأميرة. ومع ذلك فإن كل ما قالته لآذان الجميع كان مجرد هدير وحش. في يأسها وذعرها كان بإمكانها فقط أن تطير بعيداً للهروب. لا بد لي من الإسراع وهي لا تزال ضعيفة جداً.
نظراً لأن الأميرة لم تتكيف مع جسدها الجديد بعد، لم تستطع الطيران بعيداً، وسقطت مرهقة في حظيرة من القش أسفل التل. كان عليها أن تختبئ فيه وتنام خلف كومة طويلة من القش. في اليوم التالي وصل صاحب حظيرة القش وسرعان ما وجدها. أذهل الشاب عندما رأى تنيناً، ولكن بدلاً من القتال مثل الآخرين ألقى تعويذة حتى يتمكن من سماع لغة التنين وفهمها. لا تخافي، هل يمكنك سماع وفهم ما أقول؟ أنت؟ هل تفهم ما أقول؟ ساعدني من فضلك، أنا أميرة هذه المملكة. أدركت الأميرة أن هذا الشاب كان ساحراً. فهمت، قرأت عن لعنة التنانين، لكنها المرة الأولى التي تتاح لي فرصة مشاهدة قضية بأم عيني. انتظري لحظة. ولحسن الحظ يحتوي الكتاب على سجل لأحجار التنين وكيفية رفع اللعنة. وجدتها لتكون قادراً على إخراج أي تنين من لعنة التنين. يجب أن يأتي هذا الشخص ويتواصل مباشرة مع بلورة التنين التي تعود إلى 1000 عام. حسناً، دعيني أرشدك. الرحلة إلى عرين التنين مكتوبة بوضوح في الكتاب، وهي شاقة وخطيرة، ومن الواضح أنها ليست لسيدة وساحر ضعيف. لقد أوشكنا على الانتهاء، من فضلك ضعيني أرضاً واحصلي على استراحة. لكن الأمور لا يمكن أن تنتهي بهذه السهولة. بينما توقف الرجل والتنين لأخذ قسط من الراحة، ظهر الفارس فجأة. أنت تنين، أكلت أميرتنا، يجب أن أنتقم لها. بالتفكير في أنه كان مجرد سوء فهم، وقف الساحر أمام أميرة التنين. قف، هذا مجرد سوء تفاهم، إنها الأميرة. ومع ذلك تجاهل الفارس كلمات الساحر، هاجمه ودفعه عن الجرف. عند رؤية ذلك سارعت أميرة التنين على الفور لإنقاذ الساحر، وحاولت فقط المراوغة وعدم القتال لأنها لم تكن تريد إيذاء أي شخص. ومع ذلك ليس من الجيد المراوغة إلى الأبد، وتعرضت عن طريق الخطأ إلى بعض الجروح. مزقت الجروح جناحيها وألحقت أضراراً بالغة بها. صرخت من الألم وتناثر تيار من النار من فمها. دفع الفارس إلى الهاوية العالية. بسبب الجرح المميت في جناحيها لم يعد بإمكانها الطيران، ولم يعد بإمكانها سوى تسلق الجبل، ولكن بالكاد. لحسن الحظ نجحوا أخيراً في تحقيق ذلك. وجدوا عرين التنين وحاولوا التعمق في الداخل، ولكن عندما اقتربت من بلورة التنين انهارت الأميرة بسبب الجروح القاتلة والإرهاق. لا تستسلمي، استمري قدما، وصلنا إلى هنا حتى لا نسقط هنا، تقدمي. ومع ذلك ولأن الجرح كان شديدا أغمي عليها دون أن تدرك ذلك. لم يستطع الساحر التحمل، أخذ قدم التنين، حاول بذل قصار جهده لجذبها بالقرب من الكريستال. بمجرد أن لمس الرجل الكريستال بإصبعه على الفور، مرت طاقة من أميرة التنين عبر جسده نحو الكريستال. على الرغم من أن هذا كان مؤلماً للغاية، إلا أن الشاب ما زال يحاول التحمل مرة أخرى. استيقظت أميرة التنين بشكل خافت لتجد الرجل الذي يحاول أن يضحي بحياته وهو يمتص الطاقة من الكريستال فقط لمساعدتها على العودة إلى إنسان. هذا الشخص ضحى كثيراً من أجل شخص غريب مثلي، إذا نجحت في أن أصبح إنسانة أتعهد بأن أكون زوجته إلى الأبد. في النهاية عندما عادت إلى إنسان تحول الساحر تقريباً إلى جثة تحتضر. اتضح أن بلورة التنين لم تمتص اللعنات فقط، بل امتصت أيضاً حياة شخص لديه سحر. بحلول هذا الوقت خرجت التنين الأم، وضعت يدها بلطف على الكريستال
والأخرى على الشخصين. على الفور تعافت الجروح التي أصابت الأميرة وعاش الساحر، وكأنهم لم يسبق لهم أن خاضوا أي معركة. ثم أخذت التنين الأم القلادة من الأميرة، ومرة أخرى ظهرت الصورة داخل الكريستال بشكل واضح. شاهدوا صورة الفارس الذي جاء إلى هنا فقط من أجل الغرور وإبادة التنين الصغير. ليس ذلك فحسب، بل كان أيضاً يختلق قصصاً للتخلص من حياة الأميرة. هذه هي القصة بأكملها. على أي حال، عادت جوهرة ابني، وأنا أيضاً أنقذت حياتكم. هذا يكفي، انتهى الخلاف. عليكم أنتم يا رفاق العودة إلى المنزل. خارج العرين تحجر التنين الصغير. وضعت التنين الأم الجوهرة برفقا في مكانها الأصلي. في غمضة عين عاد التنين الصغير إلى طبيعته. للحديث عن الأميرة بعد عودتها إلى القصر مع الساحر، أخبرت القصة بأكملها وجعلت الجميع ينفجر بفرحة ودهشة. عندها فقط تمكن الناس أن يدركوا من هو الشرير ومن هو الرجل الطيب. البشر بعضهم ليس أفضل من الحيوانات. للرد على صدق التنانين، أعلن من الآن فصاعداً أننا لن نذهب مطلقاً للبحث عن التنانين مرة أخرى. في النهاية قررت أميرتنا التخلي عن مصيرها النبيل لتعيش مع الساحر في سعادة دائمة. كما عرفنا في الحلقة الأخيرة، بعد التغلب على العديد من الصعوبات بمساعدة فيونا، عادت سيلينا في النهاية وأعادت السلام إلى المملكة. بعد مساعدة الأميرة سيلينا على استعادة مملكتها، عادت فيونا وعائلتها إلى كهفهم وعاشوا حياة هادئة. استمتعوا بزراعة الزهور، وكان هناك كل أنواع الزهور الملونة خارج كهفهم. غالباً ما كانت سيلينا وزوجها يأتون لزيارة فيونا، وأطلقوا على الكهف اسم صداقة. استمرت الأمور على هذا النحو حتى وقت ليس ببعيد. أنجبت سيلينا أميراً وسيماً في سعادة روجر وكذلك الآخرين. لكن الفرحة لم تدم طويلاً، فالأمير الصغير ولد بمرض غريب لطالما جعله يشعر بالبرد، حتى عندما كان مغطى بالعديد من البطانيات الدافئة. بغض النظر عن الأطباء الجيدين الذين دعتهم سيلينا وروجر، لم يتمكن أي منهم من معرفة أصل المرض. أنا آسف يا أميرة، نخشى ألا نتمكن من علاج الأمير، ومع ذلك لا يزال هناك القليل من الأمل. حقا، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ سموك، تقول الأسطورة أنه في أعماق الغابة هناك جني يمتلك نوعا من الأدوية التي يمكن أن تعالج جميع أنواع الأمراض. إذا حصلنا على هذا الدواء فستتاح لأميرنا فرصة. لكنها مجرد شائعة، لم يسبق لأحد أن قابل هذا الجني. أنا فقط بحاجة إلى أمل، سأفعل كل شيء لإنقاذ طفلي. تركت سيلينا كل شيء وراءها وذهبت إلى الغابة للعثور على الجني لإنقاذ طفلها. وصلت المضية قدماً حتى لم تستطع ساقاها الوقوف. كانت منهكة وسقط وبكت في يأس. فجأة ظهر دخان وخرج جني شعره أبيض بالكامل. أدهش سيلينا. السيدة الشابة، لماذا تبكين بمفردك هنا؟ لقد أنجبت للتو طفلاً، لكنه ولد بمرض غريب جعله دائماً يشعر بالبرد. كل أفضل الأطباء الملكيين لم يكتشفوا أي علاج. سمعت أن هناك جني يمكنه إنقاذ ابني، لذلك أردت أن أجده لأطلب المساعدة. أنا الجني، ولكن أولاً أنت مرهقة، عليك أن تتعافي أولاً. بخصوص المرض، عليك أن تجدي الزهرة السحرية حتى تعالجيه. على بعد 7 جبال من القصر، عبر 7 أنهار و7 جزر، هناك نوع من الزهرة النقية، لونها كلب اللور وجمالها كالنجوم. اختاري واحدة وضعيها على صدره وسيكون بخير. شكراً، شكراً جزيلاً لك. أما عن فيونا، كبرت تنانينها الصغيرة عند سماعهما أن الأميرة أنجبت ابناً.
أشار إلى القصر لزيارة الأمير الصغير. كيف هو الأمير الصغير؟ لا أستطيع أن أفهم كيف يشعر دائماً بالبرد. لا أعرف أيضاً، لكني سمعت أنه من أجل إنقاذه كان على الأميرة أن تجد الدواء في مكان بعيد. ذهل التنينان فجاءوا إلى غرفة سيلينا ليسألوا عما حدث. أخبرت سيلينا بحزن التنينين عن الأمير الصغير. هذا ما حدث، أنا أحاول ترتيب كل شيء حتى أتمكن من الانطلاق في أسرع وقت ممكن. لا تقلقي سيلينا، يمكننا التعامل مع هذا. لا، هذه مشكلة عائلتي، لا يمكنني السماح لكم يا رفاق بالمخاطرة بحياتكم. لا تقلقي، أنت صديقة أمي العزيزة، أيضاً عليك البقاء والاهتمام بالأمير، أليس كذلك؟ على أي حال، يمكننا الطيران، لذلك سنصل إلى هناك أسرع بكثير منك، فقط اتركي الأمر لنا. في وقت لاحق من ذاك اليوم، عادت التنانين الصغيرة إلى المنزل وأخبرتا والدتهما بالقصة بأكملها. لا، الطريق هناك بعيد جداً، لا نعرف مدى خطورته. يا أولاد، ابقوا هنا، سأذهب إلى العثور على الزهرة للأمير الصغير. لا بأس يا أمي، يجب أن تذهبي إلى القصر وتساعدي سيلينا في رعاية ابنها الصغير. هذا ما لا نجيده، لكنك تجيدينه. أيضاً كلانا سنذهب، يمكننا مساعدة بعضنا البعض إذا كان هناك أي مشاكل، لذا لا تقلقي يا أمي. بغض النظر عن محاولة إقناعهما، لم تستطع فيونا منع أطفالها. كان عليها الموافقة على تركهم يذهبون. حسناً، لكن عليكم توخي الحذر والعودة إلى هنا فوراً إذا كان هناك شيء خطير. نتذكر ذلك، فقط كوني مطمئنة. نعم يا أمي، سنعود في أقرب وقت ممكن. ابقي في المنزل وساعدي سيلينا والأمير الصغير. في اليوم التالي ودعت التنانين والدتهما وانطلقوا في رحلة للعثور على الزهرة السحرية. جاءت فيونا إلى القصر لمساعدة سيلينا في رعاية الأمير. سيلينا، كيف حال الأمير؟ لا يزال على حاله، لا يوجد تقدم على الإطلاق. أمرت الخدم بوضع بعض الأخشاب في المدفأة لإبقاء الأمير دافئاً، لكن لا يبدو أن الأمر يعمل، فأنا لا أعرف حقاً ماذا أفعل الآن. دعيني أجرب. اقتربت من المدفأة وأطلقت لهباً لرفع درجة الحرارة، وحدث شيء جميل، كان الأمير الصغير مرتاحاً حقاً لنيران فيونا، لم يعد يشعر بالبرد حتى أنه نام بابتسامة على وجهه. لا يصدق، ابني لم يستطع النوم جيداً بهذه الطريقة. لا بأس الآن، على الأقل يمكنني أن أفعل شيئاً لمساعدة الأمير. استريحي يا سيلينا، لابد أنك كنت متعبة جداً مؤخراً. شكراً جزيلاً لك فيونا، لكن لا يمكنني السماح لك بفعل ذلك إلى الأبد. لا تقلقي، سيعود أطفالي قريباً ويمكننا بالتأكيد الانتظار حتى ذلك الحين. وبهذه الطريقة استمرت فيونا في إطفاء اللهب لإبقاء الأمير دافئاً كل يوم. بعد 7 أشهر استنفذت طاقتها لأنها أنفقت الكثير لفترة طويلة. توقفي فيونا، لن تكوني قادرة على الصمود. سبق لي أن أحضر خادمي الكثير من الأخشاب، ربما ستتحسن الأمور الآن، تحتاج حقاً إلى أخذ قسط من الراحة. أنا حسناً، ما زلت أستطيع فعل ذلك، أطفالي سيعودون. لا تقلقي سيلينا. لم تستطع سيلينا إيقاف فيونا مهما حاولت جاهدة. في الواقع كلاهما عرفوا أن شعلة فيونا فقط هي التي يمكن أن تساعد الأمير الصغير، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فقد عاد ملك موناكو. ربما عرفتم يا رفاق أنه في الجزء السابق كان ملك موناكو هو من حاول تدمير مملكة فيونا عندما كانت في ورطة، ولكن بمساعدة فيونا وضعته سيلينا في السجن، ومع ذلك فقد هرب بطريقة ما حتى أنه شكل علاقة تحالف مع المملكة المجاورة للانتقام من سيلينا. ركض أحد الجنود إلى غرفة سيلينا وأبلغها بما يحدث. ياس. ماذا حدث سيلينا؟ ملك موناكو تمكن من الفرار من السجن بطريقة ما، إنه ينتظر في الخارج للانتقام. إنه وقح، اسمحي لي أن ألقنه درساً. لا، أنت ضعيفة حقاً الآن، ابقي بالداخل، يمكنني التعامل مع الأمر. لماذا أتيت إلى هنا مرة أخرى؟
ألا تتذكر أنني كنت من أنقذك في المرة السابقة؟ من تظني نفسك؟ جئت إلى هنا لأقتلك. ذلك التنين لا يمكنه أن يحميك إلى الأبد. ثم أمر قواته بمهاجمة سيلينا وجيشها. على الرغم من المقاومة الشرسة لسيلينا وجيشها، لم يتمكنوا من محاربة هذا التحالف. سمع صوت فيونا وظهرت فجأة للجميع. على الرغم من أنها كانت ضعيفة جدا، كان على فيونا الظهور لمقاومة التحالف، وبسبب ذلك استغرقت الكثير من الوقت للعادي. حسنا سيلينا، لا يمكنك الاعتماد على هذا التنين إلى الأبد. قوات انسحبوا. وأخيرا وبعد فترة اضطر هذا الجيش إلى التراجع لحماية جنوده. عندما عادت كانت فيونا منهكة، صارت نيرانها أصغر وأضعف، حتى ذات يوم لم تعد قادرة على تنفس النار، مرهقة تماما. استلقت التنين الأم على الأرض ولم تتوقف عيناها عن النظر إلى السماء للحظة في انتظار طفلتيها. أمي سيلينا، لقد عدنا. عادت التنينتان مع الزهرة المبهرجة. عندما رأت فيونا ذلك شعرت بالذهول حقا وذرفت الدموع، لأن الزهرة كانت مألوفة جدا لها. أليست الزهور التي قطعتها في ذلك العام؟ جاءت التنينة الكبيرة إلى سيلينا وفيونا ووضعت الزهرة على صدر الأمير، وكان ذلك عندما لفظت فيونا أنفاسها الأخيرة. استيقظ الأمير النائم فجأة، فتح عينيه على اتساعه ليرى الجميع وابتسم وهو يمسك بالزهرة السحرية. شوفي يا الأمير، استيقظ. لكن انتباه التنانين انتقل إلى والدتهم التي كانت لا تزال مستلقية هنا ولم تقل شيء. أمي أمي. أعطت الأميرة سيلينا الأميرة لزوجها، جاءت بجانب أم التنانين وعانقت رقبتها الكبيرة وبكت. من فضلك لا تتركيني فيونا، فعلت كل شيء لإنقاذ ابني، وأنا دعيني أموت بدلا منك يا صديقتي العزيزة، لا تتركيني من فضلك. على الفور أضاءت الزهرة على يد الأمير القصر بأكمله. داخل الهالة ظهرت أرواح أزهار ذلك اليوم مرة أخرى. بشكل لا يصدق، جسد فيونا. فتحت عينيها ونظرت حولها. ماذا حدث؟ ألم أموت؟ وأنتم؟ أنتم؟ نعم أنا يا فيونا التي حولتك إلى تنين، ومع ذلك بعد ما حدث اليوم أظهرت للجميع أنك تغيرت حقا وحاولت أن تعيش حياة أفضل. لقد اهتممت أيضا بالآخرين وضحيت من أجل الصداقة، ولم تعودي تعطي الأولوية لنفسك بعد الآن. لذلك أزيلت اللعنة، ستعودون الثلاثة بشرا مرة أخرى. غطت هالة التنين وأطفالها وحولتهم إلى الملكة فيونا وأميرتين جميلتين. عانقت الملكة بكل سرور ابنتيها. سيلينا، لقد حدث هذا منذ سنوات عديدة. كنت ملكة لكني لم أهتم بالآخرين، حتى أنني فعلت أشياء سيئة لهم. أعقبتني الروح داخل هذه الزهرة، حولتني وبناتي إلى تنانين، حتى عرفت كيف أضحي من أجل الآخرين. لحسن الحظ ساعدتني صداقتنا في رفع العقوبة. عانقت الأميرة سيلينا فيونا بسعادة. منذ ذلك الحين أصبحتا صديقتان، واعتبرت سيلينا فيونا أمها الثانية، وعاشوا معا داخل مملكة سيلينا. بالطبع أصبحت فيونا لطيفة مع الجميع وتقدر جمال الطبيعة.